مرحبا يا أصدقاء. موضوع ما إذا كان الوعي يؤثر على ميكانيكا الكم هو موضوع مثير ومعقد للغاية. أولا، دعونا نتعمق في ماهية الوعي. يشير الوعي إلى وعينا بأنفسنا وبالبيئة المحيطة بنا. إنها القدرة على امتلاك الأفكار والمشاعر والتجارب. لطالما حيرت هذه القدرة على الإدراك العلماء والفلاسفة لعدة قرون، على الرغم من أن الكثيرين حاولوا تعريف الوعي وشرحه، إلا أنه لا يزال أحد أكثر جوانب الوجود الإنساني غموضاً. من ناحية أخرى، ميكانيكا الكم هي فرع من فروع العلم يتعامل مع سلوك الجسيمات في أصغر مستوياتها، أي على مستوى الذرات والجسيمات دون الذرية. إنه مجال مليء بعدم اليقين والاحتمالية. يمكن أن توجد الجسيمات في حالات متعددة في وقت واحد، ويمكن أن تتشابك عبر مسافات شاسعة من خلال ظاهرة تعرف باسم التشابك الكمومي. تتحدى مبادئ ميكانيكا الكم فهمنا التقليدي للواقع، مما يجعلها واحدة من أكثر مجالات الدراسة التي أحدثت ثورة في العلوم الحديثة. يثير تقاطع الوعي وميكانيكا الكم العديد من الأسئلة المثيرة للاهتمام. أحد الأسئلة المركزية هو ما إذا كانت الملاحظة البشرية الواعية تؤثر على نتائج الأحداث الكمية. تم توضيح هذه الفكرة بشكل مشهور من خلال تجربة فكرية تعرف باسم قطة شرودنجر. في هذا السيناريو الافتراضي، يتم وضع قطة في صندوق مغلق مع ذرة مشعة لديها فرصة بنسبة 50% للتحلل وإطلاق سم قاتل. وفقاً لميكانيكا الكم، حتى يتم فتح الصندوق وملاحظته، ستكون القطة في حالة تراكب حية وميتة في نفس الوقت. يسلط هذا التناقض الضوء على دور المراقب في تحديد حالة النظام الكمي. علاوة على ذلك، يتم دعم هذه الفكرة من خلال ظاهرة انهيار الدالة الموجية. في ميكانيكا الكم، توجد الجسيمات في حالة تراكب، مما يعني أنه يمكن أن تكون في أماكن أو حالات متعددة في وقت واحد. عند إجراء ملاحظة أو قياس، تنهار الدالة الموجية وتستقر الجسيمات في موضع أو حالة محددة. تشير بعض تفسيرات ميكانيكا الكم إلى أن هذا الانهيار يحدث فقط عند وجود مراقب واعي، مما يشير إلى وجود صلة بين الوعي والعالم المادي. إحدى أشهر التجارب التي توضح تأثير الملاحظة على الأنظمة الكمية هي تجربة الشق المزدوج. في هذه التجربة، يتم إطلاق جسيمات مثل الإلكترونات على شاشة تحتوي على شقين. عند عدم وجود ملاحظة، تتصرف الجسيمات مثل الموجات، مما يخلق نمط تداخل على الشاشة. ومع ذلك، عند مراقبتها، فإنها تتصرف مثل الجسيمات ويختفي نمط التداخل. تشير هذه التجربة إلى أن فعل الملاحظة وحده يمكن أن يغير سلوك الجسيمات الكمية. تم أيضاً استكشاف فكرة أن الوعي يمكن أن يؤثر على الأحداث الكمية في تفسير يعرف باسم المبدأ الأنثروبي التشاركي الذي اقترحه الفيزيائي جون أرشيبالد ويلر. يشير هذا المبدأ إلى أن المراقبين ضروريون لوجود الكون. اعتقد ويلر أن الكون هو عملية تشاركية يلعب فيها الوعي دوراً أساسياً في تشكيل الواقع. يشير هذا الرأي إلى أنه في حالة عدم وجود مراقبين واعيين، فإن الكون كما نعرفه قد لا يكون موجوداً. هناك نظرية أخرى تستكشف العلاقة بين الوعي وميكانيكا الكم، وهي نظرية التقليل الموضوعي المنسق التي اقترحها الفيزيائي روجر بنروز وطبيب التخدير ستيوارت هاميروف. وفقاً لهذه النظرية، ينشأ الوعي من العمليات الكمية داخل الأنابيب الدقيقة في الدماغ. يعتقد أن هذه الهياكل الصغيرة داخل الخلايا العصبية قادرة على دعم الحالات الكمية، ويقترح أن انهيار هذه الحالات هو ما يولد التجربة الواعية. تشير نظرية أورك أو آر إلى أن الوعي متشابك بعمق مع ميكانيكا الكم، وأن إدراكنا هو نتيجة مباشرة للأحداث الكمية التي تحدث داخل أدمغتنا. على الرغم من أن هذه الأفكار مثيرة للاهتمام، إلا أنها لا تزال مثيرة للجدل ومناقشة للغاية داخل المجتمع العلمي. يجادل العديد من الفيزيائيين وعلماء الأعصاب
بأنه لا يوجد دليل تجريبي قاطع يدعم فكرة أن الوعي يمكن أن يؤثر على الأحداث الكمية، ويشيرون إلى أن تفسيرات ميكانيكا الكم التي تنطوي على الوعي هي مجرد واحدة من العديد من التفسيرات الممكنة، ولا يوجد إجماع على أي تفسير هو الصحيح. علاوة على ذلك، يجادل بعض العلماء بأن الوعي قد يكون خاصية ناشئة عن العمليات المعقدة للدماغ، بدلاً من كونه جانباً أساسياً للكون. يقترحون أنه، على الرغم من أن ميكانيكا الكم قد تلعب دوراً في وظيفة الدماغ، إلا أن هذا لا يعني أن الوعي يمكن أن يؤثر على الأحداث الكمية في العالم الخارجي. في هذا الرأي، تتعلق العلاقة بين الوعي وميكانيكا الكم بفهم كيفية عمل الدماغ داخلياً أكثر من كونها تتعلق بالوعي الذي يشكل الواقع. على الرغم من هذه الخلافات، فإن استكشاف الوعي وتأثيراته المحتملة على ميكانيكا الكم يواصل إلهام أبحاث جديدة واستفسارات فلسفية. على سبيل المثال، يبحث بعض الباحثين في إمكانية الإدراك الكمي، والذي يستكشف ما إذا كانت العمليات الكمية يمكن أن تفسر جوانب معينة من الفكر واتخاذ القرار البشري. يهدف هذا البحث إلى اكتشاف ما إذا كانت أدمغتنا تستخدم المبادئ الكمية لمعالجة المعلومات واتخاذ القرارات. مجال اهتمام آخر هو الآثار المترتبة على الوعي الكمي على الذكاء الاصطناعي. إذا كان الوعي مرتبطاً حقاً بميكانيكا الكم، فقد يكون لذلك آثار عميقة على تطوير الذكاء الاصطناعي. قد تؤدي القدرة على فهم طبيعة الوعي الكمي إلى تمكين العلماء والمهندسين من إنشاء آلات أكثر تقدماً وربما واعية. يثير هذا أسئلة إضافية حول طبيعة الوعي، وما إذا كان يمكن تكرارها في الأنظمة الاصطناعية؟ يتطرق التفاعل بين الوعي وميكانيكا الكم أيضاً إلى أسئلة فلسفية عميقة حول طبيعة الواقع. إذا كانت عقولنا قادرة على التأثير على العالم المادي على المستوى الكمي، فقد يتحدى ذلك فهمنا للسبب والنتيجة وطبيعة الوجود نفسه. يثير أسئلة حول الإرادة الحرة وطبيعة الذات والعلاقة بين العقل والجسد. بصرف النظر عن هذه الأسئلة الفلسفية، هناك أيضاً آثار عملية يجب مراعاتها. على سبيل المثال، إذا كان الوعي قادراً على التأثير على الأحداث الكمية، فقد يكون لذلك تطبيقات في الحوسبة الكمية ومعالجة المعلومات. تعتمد أجهزة الكمبيوتر الكمية على مبادئ التراكب والتشابك لإجراء حسابات معقدة بسرعات غير مسبوقة. قد يؤدي فهم دور الوعي في هذه العمليات إلى اختراقات تكنولوجية جديدة. أخيراً، يؤثر استكشاف الوعي وتأثيره على ميكانيكا الكم على فهمنا للكون ككل. إذا كان للوعي دور أساسي في تشكيل الواقع، فقد يؤدي ذلك إلى رؤى جديدة حول طبيعة الكون ومكاننا فيه. قد يوفر فهماً أعمق لترابط كل الأشياء ودور المراقب في نسيج الكون. علاوة على ذلك، تشير فكرة عدم التمركز في ميكانيكا الكم إلى أن الجسيمات يمكن أن ترتبط ببعضها البعض على الفور بغض النظر عن المسافة بينها. هذه الفكرة المعروفة باسم التشابك الكمي تشير إلى مستوى من الترابط يتحدى مفاهيمنا التقليدية عن المكان والزمان. اقترح بعض المنظرين أن الوعي قد يظهر أيضاً خصائص غير محلية، مما يسمح له بالتأثير على الأحداث البعيدة دون أي صلاة مادية واضحة. نقطة أخرى للنظر فيها هي مفهوم الكون المجسم. اقترح بعض الفيزيائيين أن الكون بأكمله يمكن اعتباره صورة ثلاثية الأبعاد، حيث يحتوي كل جزء على معلومات عن الكل. يتوافق هذا الرأي مع بعض تفسيرات ميكانيكا الكم، ويشير إلى أن الوعي قد يكون له طبيعة مجسمة وقادر على الوصول إلى المعلومات والتأثير عليها في جميع أنحاء الكون. تثير العلاقة بين الوعي والعالم الكمي أيضاً تساؤلات حول طبيعة الزمن. في الفيزياء الكلاسيكية، يعتبر الزمن خطاً مستقيماً يتقدم من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. ومع ذلك، في النطاق الكمي، يمكن أن يتصرف الوقت بطرق غير متوقعة. تشير بعض النظريات إلى أن الوعي قد يكون قادراً على الوصول إلى نقاط مختلفة في الوقت المناسب،
مما قد يؤثر على الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية. قد يكون لهذا آثار عميقة على فهمنا للسبب والنتيجة وتدفق الزمن. علاوة على ذلك، يشمل استكشاف الوعي المتعلق بميكانيكا الكم دراسة حالات الوعي المتغيرة. غالباً ما ترتبط التجارب مثل التأمل وتجارب الاقتراب من الموت والحالات المخدرة بتقارير عن الإدراك المتوسع والشعور بالوحدة مع الكون. يتكهن بعض الباحثين بأن هذه الحالات المتغيرة قد توفر رؤى حول طبيعة الوعي الكمي، كاشفة عن طبقات أعمق من الواقع، غالباً ما تكون مخفية عن إدراكنا اليومي. بالإضافة إلى ذلك، يدعونا استكشاف الوعي وميكانيكا الكم إلى إعادة تعريف طبيعة الإدراك. توفر لنا حواسنا وجهة النظر المحدودة للواقع، يتم ترشيحها من خلال آليات دماغنا. تشير ميكانيكا الكم إلى أن الواقع قد يكون أكثر تعقيداً وترابطاً مما تستطيع حواسنا إدراكه. قد يؤدي استكشاف طبيعة الوعي الكمي إلى توسيع قدراتنا الإدراكية، مما يسمح لنا بتجربة الواقع بطرق جديدة وعميقة. مجال بحث رائع آخر هو الصلة المحتملة بين ميكانيكا الكم وفكرة الأكوان المتعددة. تقترح بعض تفسيرات ميكانيكا الكم وجود أكوان متوازية متعددة، حيث تحدثوا جميع النتائج المحتملة لحدث كمي في أكوان منفصلة. إذا كان الوعي قادراً على التأثير على الأحداث الكمية، فإن هذا يثير احتمالية رائعة بأن عقولنا قد تلعب دوراً في توجيه أو حتى إنشاء هذه الحقائق المتوازية. يحمل استكشاف الوعي وتأثيره على ميكانيكا الكم أيضاً آثاراً أخلاقية. إذا كانت أفكارنا ونوايانا قادرة على التأثير على العالم المادي على المستوى الكمي، فقد يشير ذلك إلى مسؤولية أكبر عن حالاتنا العقلية والعاطفية. يثير تساؤلات حول قوة التفكير الإيجابي وتأثير الوعي الجماعي وإمكانات البشر لتشكيل الواقع من خلال عقولهم. نقطة أخرى يجب مراعاتها هي مفهوم البيولوجيا الكمية. تستكشف البيولوجيا الكمية كيف يمكن للظواهر الكمية مثل التشابك والتراكب أن تلعب دوراً في العمليات البيولوجية. على سبيل المثال، اقترح بعض الباحثين أن التأثيرات الكمية قد تكون متورطة في عملية التمثيل الضوئي، وهي العملية التي تحول بها النباتات ضوء الشمس إلى طاقة. إذا كانت ميكانيكا الكم تؤثر على الأنظمة البيولوجية، فقد يكون هذا دليلاً إضافياً على التفاعل بين الوعي وفيزياء الكم. علاوة على ذلك، قد توفر دراسة فك الترابط الكمي رؤى حول التفاعل بين الوعي والعالم الكمي. يصف فك الترابط العملية التي يفقد بها النظام الكمي تماسكه ويتحول إلى حالة كلاسيكية بسبب التفاعلات مع بيئته. قد يؤدي فهم كيف يمكن للوعي أن يؤثر أو يتأثر بفك الترابط إلى رؤى جديدة حول طبيعة الواقع والعقل. بصرف النظر عن هذه الاعتبارات العلمية والفلسفية، فإن استكشاف الوعي وميكانيكا الكم له أيضاً تطبيقات عملية في مجالات مثل الطب والعلاج. يقترح بعض ممارسي الطب البديل أن الوعي يمكن أن يؤثر على الجسم على المستوى الكمي، مما قد يؤثر على الصحة والرفاهية. يعتقد أن التقنيات المختلفة مثل التأمل والتخيل والعلاج بالطاقة تسخر قوة العقل لتعزيز الشفاء والتوازن داخل الجسم. علاوة على ذلك، يؤثر تقاطع الوعي وميكانيكا الكم على فهمنا للتجارب الروحية والغامضة. تصف العديد من التقاليد الروحية تجارب الوحدة والترابط والكمال التي تتوافق مع مبادئ ميكانيكا الكم. قد يكون استكشاف هذه الروابط بمثابة جسر بين العلم والروحانية، مما يوفر فهماً أكثر شمولاً للتجربة الإنسانية وطبيعة الواقع. الآثار المحتملة للوعي على ميكانيكا الكم تدعونا أيضاً إلى إعادة تعريف طبيعة الإبداع والإلهام. يصف بعض الفنانين والكتاب والموسيقيين لحظات الاختراق الإبداعي بأنها شعور بالارتباط بمصدر أكبر أو الدخول في تدفق كوني. قد توفر القدرة على فهم طبيعة الوعي الكمي رؤى حول هذه العمليات الإبداعية وكيف نصل إلى أفكار ورؤى جديدة. أخيراً،
يؤثر استكشاف الوعي وميكانيكا الكم بشكل عميق على فهمنا للموت والحياة بعد الموت. تقترح بعض النظريات أن الوعي قد يستمر إلى ما بعد الموت الجسدي، وربما يتفاعل مع المجال الكمي. يثير هذا أسئلة حول طبيعة الروح وإمكانية التناسخ واستمرارية الوعي التي تتجاوز وجودنا المادي. علاوة على ذلك، فإن تقاطع ميكانيكا الكم والوعي يجلب أيضاً اعتبارات تأثير المراقب. تأثير المراقب هو ظاهرة تغير فيها ملاحظة نظام مع حالة النظام الذي يتم ملاحظته. هذا المبدأ هو فكرة أساسية في ميكانيكا الكم، ويشير إلى أن وعي المراقب له تأثير مباشر على نتائج الأحداث الكمية. تؤدي هذه الفكرة إلى فرضية أن وعيناً لا يلاحظ الواقع المادي فحسب، بل يؤثر عليه أيضاً على المستوى الكمي. جانب رئيسي آخر يجب استكشافه هو مفهوم التشابك الكمي المتعلق بالوعي. التشابك الكمي هو ظاهرة يتم فيها ربط جسيمين أو أكثر بطريقة تؤثر على حالة أحدهما على الفور على حالة الآخر، بغض النظر عن المسافة التي تفصل بينهما. لقد افترض بعض المنظرين أن الوعي البشري قد يكون لديه القدرة على التشابك مع الأنظمة الكمية، مما قد يسمح بنقل المعلومات الفوري والتفاعلات غير المحلية. قد تحدث هذه الفكرة، إذا تم إثباتها، ثورة في فهمنا للتواصل والتفاعل بين العقول. علاوة على ذلك، تدفعنا دراسة الوعي وميكانيكا الكم إلى الخوض في الآثار الفلسفية للواقع. قد تختلف طبيعة الواقع كما يدركها وعيناً اختلافاً كبيراً عن الواقع الكمي الكامن وراءه. يثير هذا التناقض أسئلة حول الطبيعة الذاتية للتجربة البشرية والطبيعة الموضوعية للعالم الكمي. من خلال استكشاف هذه الأبعاد الفلسفية، يمكننا الحصول على فهم أعمق لطبيعة الوجود ودور الوعي في تشكيل الواقع وحدود الإدراك البشري. علاوة على ذلك، يشمل التفاعل بين الوعي وميكانيكا الكم عالم الحوسبة الكمية. تعمل أجهزة الكمبيوتر الكمية على مبادئ ميكانيكا الكم باستخدام وحدات بت كمومية، يمكن أن توجد في حالات متعددة في وقت واحد. إذا كان الوعي قادراً على التأثير على الحالات الكمية، فقد يؤدي ذلك إلى فتح إمكانيات جديدة لتحسين تقنيات الحوسبة الكمية. يستكشف الباحثون ما إذا كان دمج العمليات الواعية في الحوسبة الكمية يمكن أن يؤدي إلى أنظمة حسابية أكثر كفاءة وقوة، مما قد يحدث ثورة في مجالات مثل التشفير والتحسين والذكاء الاصطناعي. يشجعنا استكشاف الوعي وتأثيره على ميكانيكا الكم، أيضاً على التفكير في إمكانات التطور البشري من خلال فهم العمليات الكمية. يتكهن بعض الباحثين بأنه إذا تمكن من تسخير قوة ميكانيكا الكم، فقد يكون من الممكن تعزيز القدرات المعرفية والذاكرة والإدراك البشري. قد يؤدي ذلك إلى اختراقات كبيرة في مجالات مثل التعليم والصحة العقلية والأداء البشري. جانب رائع آخر يجب استكشافه هو إمكانات الوعي للتأثير على النقل الآني الكمي. النقل الآني الكمي هو عملية يتم فيها نقل حالة جسيم من موقع إلى آخر دون تحريك الجسيم فعلياً عبر الفضاء المتداخل. إذا كان الوعي قادراً على التأثير على الحالات الكمية، فإن هذا يثير احتمالية أن عقولنا قد تلعب دوراً في عملية النقل الآني. تقدم هذه الفكرة، على الرغم من أنها لا تزال تخمينية للغاية، إمكانيات مثيرة للبحث والتطوير التكنولوجي في المستقبل. أخيراً، يؤثر استكشاف الوعي وتأثيره على ميكانيكا الكم بشكل عميق على فهمنا لطبيعة الوجود ومعنى الحياة. إذا كان للوعي دور أساسي في تشكيل الواقع، فإنه يثير أسئلة حول الغرض من الوجود البشري وأهميته. إنه يدعونا إلى التفكير في إمكانية أن تجاربنا الواعية ليست مجرد نتيجة ثانوية للعمليات الفيزيائية، بل هي جزء لا يتجزأ من نسيج الكون نفسه. يشجعنا هذا المنظور على استكشاف أبعاد أعمق لوجودنا والبحث عن معنى وهدف في حياتنا. في الختام، فإن مسألة ما إذا كان الوعي يؤثر على ميكانيكا الكم والكون هي مسألة عميقة ومتعددة الأوجه.
إنه يسد الفجوة بين غموض العقل البشري والسلوك الغامض للعالم الكمي. على الرغم من وجود العديد من النظريات والتفسيرات، تظل الطبيعة الحقيقية لهذه العلاقة بعيدة المنال. مع استمرار البحث، قد نكتشف يوماً ما إجابات أوضح لهذه الأسئلة المثيرة للاهتمام. حتى ذلك الحين، سيستمر استكشاف الوعي وميكانيكا الكم في إثارة العجب والفضول، مما يدفع حدود فهمنا للواقع ومكاننا فيه. إن تبادل هذه الأفكار لا يعزز معرفتنا العلمية فحسب، بل يوفر أيضاً رؤى فلسفية وعملية أعمق حول طبيعة الوجود والوعي والكون الذي نعيش فيه. شكراً لانضمامكم إلينا في هذه الرحلة عبر عالم الوعي وميكانيكا الكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والتعليق عليه ومشاركته، ولا تنسوا الاشتراك لمشاهدة المزيد من الفيديوهات.